بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 73 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وفي لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك. في مستهل هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح، هذا أحد الأخوة يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما هي الشروط التي يجب توفرها في المسلم حتى تجب عليه الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شروط وجوب الزكاة: الإسلام لا تجب على كافر، وملك النصاب هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة من الأموال، هو يختلف باختلاف الأموال كما هو موضح في كتب الفقه. ثالث: مضي الحول، من حين تملكه للمال يشترط مضي الحول عليه إلا في المعشرات وهي الخارج من الأرض، فهذه يجب الزكاة فيها عند حصاده، قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع أبو محمد يقول: ما المراد بزكاة النقدين، وما الدليل على وجوب الزكاة فيهما؟ دليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها صلي عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع، يعني الفضة ربع العشر، كذلك الذهب إذا بلغ نصابا ربع العشر. الله جل وعلا توعد الذين يمنعون الزكاة، قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون زكاتها، بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم، إذن النقدين الذهب والفضة. نعم، أو ما يقوم مقامهما من العملات والأوراق النقدية. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع أبو محمد يقول: من هم أهل الأعذار الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها الغير معذور؛ أهل الأعذار ثلاثة: مريض والمسافر والخائف. هؤلاء هم أهل الأعذار، مريض والمسافر والخائف، كل واحد منهم له أحكام خاصة. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح أيضا سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: يسأل عن الإمامة في الصلاة، هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاء الراشدون، ما هو فضل الإمامة؟ الإمامة فيها فضل عظيم وخير كثير، لأن الإمام حافظ على صلاة الجماعة، والإمام يقرأ القرآن في صلاته وينتفع هو ومن وراءه، وإذا أتقن الصلاة له أجره وأجر من صلى خلفه، فيها فضائل عظيمة. يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين تولوها، قاموا بها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض بعث بهذا السؤال يتضمن قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الآية. يسأل بارك الله فيكم، يقول: حد الرضاعة بعد السنتين أم قبلها فقط، أم لا بد من الحولين؟ معنى لا يهوى واضح، وهو أن وقت الرضاعة تحدد في حولين كاملين، أي 24 شهرا. أما إذا استغنى الطفل عن الرضاع ولو في الحولين إنه يفطن، أما إذا لم يستغني عن الرضاع فإنه يرضع إلى حولين حتى يستغني عن طعام، ولو زاد عن الحولين طفل متضرر إلى الرضاع ولا يقبل الطعام فلا بأس أن يرضع. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، والرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله. هذا الأخ صالح يقول: كيف نجمع بين حديث حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وبين أحاديث وآيات كثيرة دلت على أن الله تعالى يعذب على بعض المعاصي؟ نعم، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر، ولا بد من تعذيبه وخلوده في النار. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
الجنة ومأواه النار مع للظالمين من أنصار. فهذا المشرك الشرك الأكبر. أما من كان ذنبه دون الشرك إن الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو دخل النار يعذب بذنوبه فإنه لا يخلد فيها كما يخلد الكافر، بل يخرج منها ويدخل الجنة فمآله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع عبد المجيد الحزام من المزاحمية يقول: رجل توفي وقد أوصى أن يدفن في مكان معين وهي قريته التي ولد فيها، فهل يجب تنفيذ هذه الوصية؟ إذا تيسر ذلك فهو أحسن تحقيقا لرغبته، وإذا لم يتيسر هذا فإنه يدفن في أي مكان مات فيه مع المسلمين. نعم. المستمعة العنود الحربي من القصيم تقول: ما حقيقة سجود الشكر وهل هو سنة؟ سجود الشكر يستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته بعض الانتصارات وبلغه أيضا دخول بعض القبائل في الإسلام، وسجد أصحابه وخلفاؤه إذا بلغتهم حدوث هذه النعم أو اندفاع النقم. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع سعود من الرياض يقول: دائما أنا ما أغضب، وعندما أغضب يحصل بينني وبين زملائي شحناء ويدخل الشيطان بيننا، فما نصيحتكم لنا وما هي الأعمال التي تلين القلب وتذكرنا بالله عز وجل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر ثلاثا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا جاءك الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنفعل مع الغضب ويذهب عنك بإذن الله. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا أستيقظ لصلاة الفجر دائما، سؤالي: متى أقرأ أذكار الاستيقاظ من النوم مع أنني بعض الأحيان أرجع وأنام بعد الصلاة؟ إذا طلع الفجر فإنك تأتي بالأذكار الصباحية متى ما تيسر لك، قبل الصلاة أو بعد الصلاة، الأمر واسع في هذا. نعم. يقول: والدي متوفى وأنا أقرأ القرآن له وأدعي له بعد كل دبر صلاة، فهل قراءة القرآن الكريم تصل إليه؟ أما الدعاء فهو مشروع، والاستغفار للميت هذا مشروع، وأما قراءة القرآن للميت أو للحي فهذا لم يرد به دليل، فهو غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. أبو معاذ يقول: ما حكم من يأخذ أجر على عمل الحجامة للأشخاص ويعتبر هذا عمله الذي يكتسب منه؟ هذا مباح لكنه مكروه إلا عند الحاجة، إنها تزول الكراهة. أما إذا كان له يعني سبب آخر يطلب الرزق به فإن الأحسن أن يترك الحجامة، قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، يعني أنه ردي، ليس خبيث بمعنى محرم ولكن أنه ردي، لأنه نتيجة لمص الدماء فهو دنيء، لكن من يحتاج إليه زالت الكراهة. قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته. نعم. محمد صلاح من الرياض يقول: أنا أعمل في الشركة وأحيانا يطلبون مني شراء وعمل أشياء خارج عملي ولا يعطوني السعي في هذا العمل والتعب، هل يجوز لي حساب قيمة هذه الأتعاب وأخذها منهم دون علمهم؟ لا يجوز لك ذلك. إذا كنت لا ترغب تنفيذ ما أمرت به الشركة فإنك تعتذر لها أو تصرح لها بأنك تريد بدل الأتعاب. نعم. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هو ذكر الله الوارد في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هل هو التسبيح والتحميد وغيرهما، أم يتضمن شيئا آخر مثل قراءة القرآن وحضور الدروس؟ كل الطاعات إنها من ذكر الله عز وجل، سواء باللسان أو بالفعل أو حتى بالقلب. ذكر الله يكون على اللسان ويكون على القلب ويكون بالأفعال، هو ذكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا حسن هاشم من الرياض يقول: متى يصعد الإمام للمنبر يوم الجمعة، وما رأيكم في من يصعد للمنبر قبل وقت أذان الظهر، وما نصيحتكم له؟ الصحيح الذي عليه الجمهور وهو المفتى به أن وقت الجمعة يدخل بدخول وقت الظهر لزوال الشمس، فيدخل الخطيب إذا زالت الشمس ولا يدخل قبل ذلك، هذا هو الذي عليه الجمهور، تدل عليه الأحاديث الصحيحة. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول أبو علي يقول: هل يجوز تهديد المرأة بالطلاق عندما لا تقيم حدود الله؟ نعم، إذا انتقدها في شيء من أمور دينها فإنه يعظها وينصحها
ينصحها، فإن امتثلت الحمد لله، وإلا فإنه يطلقها لأنها لا خير فيها. نعم. سؤال آخر بارك الله فيكم. هذا السائل عبد العزيز محمد يقول: هل يصح إقامة الصلاة والإنسان على غير القبلة لجهل منه؟ إقامة الصلاة شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة الفريضة، والقبلة تعرف بأدلة وعلامات. إذا كنت في البلد المساجد والمحاريب وتسأل الناس عن القبلة، إذا كنت في بر إنك تعمل بالعلامات دالة على القبلة، الشمس والقمر والنجوم والجبال والعلامات التي في الأرض تدل بها على القبلة. وإذا كنت لا تعرف العلامات تسأل من يعرفها وتقلده في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. محمد سعيد أحمد يقول: هل من يعبد القبور أو يسجد لغير الله هذا الزمن يعذر بجهل، أم أن هناك تفصيل آخر في الموضوع؟ الجهل له حالات. الجهل الذي لا يمكن إزالته كونه ليس عنده علماء ولم يبلغه شيء من القرآن والسنة، هذا يعذر إلى أن يبين له ويصل إليه القرآن. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن ولأنذركم به ومن بلغ. القرآن في غير ما آية وبغير ما سورة يحذر من الشرك وينهى عنه ويتوعد عليه، فلماذا لا يسأل عن الشرك ما هو وما هي حقيقته حتى تجنبه؟ أما إذا كان بين المسلمين وبين العلماء ويسمع البرامج الدينية في الإذاعات ووسائل الإعلام، هذا ليس له عذر لأنه هو المفرط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو يحيى التميمي من جدة يقول: تعلم حفظك الله كثرة الفتن هذه الأيام، فعندما نعزم على التوبة نلقى من الفتن ما الله به عليم، فتكون النفس متقلبة في كل يوم على حال. نرجو نصيحتكم لي وللآخرين والمستمعين الكرام. نعم، إذا جاءت الفتن وكثرت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بهذا الدين وعدم التنازل عن شيء منه. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، وفي آخر الزمان يعود الإسلام غريبا. من قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم. أحسن الله إليكم. السائل مصطفى فهمي من الخبر يقول: هل يجوز التوسل إلى الله تعالى بسور القرآن، كأن يقول السائل: أسأل الله بسورة كذا وكذا؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه، والتوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، ويكون أيضا بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي الأعمال الصالحة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أمجد محمد من الدمام يقول: ما هي علامات قبول العمل، وكيف أن نحفظ الألسنة من الغيبة والنميمة؟ قبول العمل هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك بفعل الأسباب داعية أو المسببة للقبول، أعظمها الإخلاص لله عز وجل. فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وما كان فيه رياء أو سمعة أو شرك إن الله جل وعلا لا يقبله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يتقبل الله أعمالك. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد علي من اليمن يقول: أنا مقيم في المملكة، فما هو حكم الزكاة علي، زكاة المال؟ هل يجب علي إخراج هذه الزكاة هنا في المملكة، أم لا مانع من أن أبعثها إلى أهلي والفقراء في بلدي؟ الأصل في الزكاة أن تخرج في بلد المال الذي فيه المال تخرج فيه زكاته، قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم أترد
في فقرائهم. وإذا دعت حاجة إلى نقلها إلى بلد آخر يكون فيها قارب له أو يكون من هو أشد حاجة في البلد الآخر فلا مانع من نقلها. نعم. بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله يقول: أنا عدت إلى الله سبحانه وتعالى تائبا طائعا مستقيما بإذن الله تعالى، وأسأل الله لي الثبات وأدعو لي بالثبات. يقول: هل أعمالي السابقة التي قبل الانتكاسة من صدقة وزكاة وصلوات نافلة وحج وغيرها الكثير يضيع أجرها بسبب ترك الصلاة وتكاسلي عنها؟ نعم، إذا تبت إلى الله تاب الله عليك في أعمالك السابقة ويمحوها عنك، إلا إذا كان حصل عندك ردة عن دين الإسلام. فالعلماء اختلفوا إذا تاب المرتد هل ترجع إليه أعماله التي قبل الردة أو تبطل، على قولين: قيل إنها تبطل ويستأنف من جديد، وقيل إنها لا تبطل إذا تاب إلى الله، إنما تبطل إذا استمر على الردة ومات على الردة. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا خلاف بين العلماء، ولكن أنت عليك توبة وصدق التوبة إلى الله عز وجل وإحسان العمل وإصلاح العمل، والله يتوب على من تاب. أحسن الله إليكم. نستكمل أسئلة المرسل أبو عبد الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيف برنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. تحية طيبة لكم أيها الإخوة في ختام هذه الحلقة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.